مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم. لقاء جديد من مدينة المحمدية. مارادونا يظهر بمدينة زهور مدينة المحمدية. غناخذوا اولا تصريح ديال الاب ديالو ومن بعد غنشوفوا الموهبة. السلام عليكم. السلام. شنو تقدر تقول لنا على هذا الوليد هذا؟ هذا خويا ما بغاش شي داعي عليا، خويا اللي بغا يلعب كورة مزيان راه يلعب، هو راه الناس راه كلهم عارفينو، راه السيد المدرب ديالو ما بغاش شي داعي. وراه هذا الشيء علاش عيطنا عليكم اخويا. شحال ديال الوقت هو كيلعب كرة القدم؟ راه من الصغر ديالو من واحد السيد الله يرحمه مسكين، محمد الله يرحمه مسكين. فاش فهاد الكرة القدم؟ يشري لي الكرة، يشري لي كلشي. وبقات عنده هاد الموهبة. يعني قصر القامة ديالو ولكن كرة كي اللهم بارك. تفرج مع راسك. حنا غنتفرجوا ونخليو نفرجوا المشاهدين الكرام ديالنا. ما بغاش ولدي يضيع عليا كما ضحكت انا وصافي. بغيتي يكون لاعب كبير. اه. لم يكما شحال بحال كاع اللاعبين اللي ان شاء الله ان شاء الله كنتمنى في هذا الوليد كل خير ان شاء الله. شحال عنده من سنه قلتي لي؟ 12 عام. وكنشوف الحجم ديالو قصير وكيما الله اللهم بارك في كره القدم. اه تشوف ان شاء الله. لا حسد. ان شاء الله ان شاء الله تشوف كل شيء. واخا ناخذوا نبداو معاه بالحركات. مرحبا. ولا قبل ناخذوا المدرب ديالو بعدا يتكلمني على ليه وديك الساعه عندنا. السلام عليكم. السلام عليكم. شنو تقدر تقول لنا على هذا؟ اولا تنشكر قناه شوف تيفي على مرحبا دواجي المبادره الرائعه. وفيما يخص الطفل ديالنا انه صراحه موهوب وعنده واحد الاشياء اللي تتميزه وهي السرعه، يعني لاعب سريع وعنده رده فعل قويه. ونتمنى له ان شاء الله سبحانه وتعالى يقبل والقول اللي يعني اللي مد ليد العون والسوق ديالو والسوق الطريق ديالو في مجال كرة القدم ويمشي لأعلى فرق ومنتخب إن شاء الله إلى مكان يحتاج به إن شاء الله. واخا ناخذ الحركات ديال الوليد. ما شاء الله كاع يبلوكي كي رجع شويه الله ورجع شويه الله هز يلا سير هز بشي طريقه زوينه سير غير بشويه عليك بارك الله عليك سير على بركه الله. ما شاء الله مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي، موهبه ديال هذا الطفل هذا اللي سموه اكيد الجيران ديالو انه موهبه يسموه بمارادونا اللهم بارك. يعني عنده القوة في الرجل اليمنى وكيتحكم في الكرة يعني بشكل كبير. كما كتشاهدوا معنا المشاهدين المتابعين، راه كرة عندك وبقى شادة في رجلك. خليكم معنا المشاهدين الكرام في هذا البث المباشر من مدينة المحمدية مدينة زهور. كما كنا قلنا خلي كرة عندك والأب. لا شد عندك ولعب بها كما بغيتي. بارك الله عليك. كما كتشاهدوا معنا المشاهدين المتابعين عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي،
ما شاء الله الوليد هادو يعني قصر القامه ديالو ومع ذلك كيتحكم في الكره واخا الحجم ديالها كبير، ولكن هو كما كتلاحظوا بالصوره يعني ما شاء الله الموهبه اللي عطيه الله. خليكم معنا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من مدينة المحمدية. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا المتابعين، الوليد كيتحكم في الكرة أكثر فأكثر ما شاء الله. طيب كرة كما كتلاحظوا معنا المشاهدين الكرام كيفاش كيتحكم في الكره بكل دقه، عمره 12 سنه والحلم ديالو اكيد يكون لاعب ديال المنتخب الوطني، وان شاء الله لما لا يتحقق الحلم ديالو. شوفوا معنا المشاهدين الكرام كيفاش كيتحكم في الكره، ان شاء الله يوصل للحلم ديالو، وكيف ما قالين الاب ديالو ما بغاش الولد ديالو ضيع، بغاه يوصل لأعلى المراتب أكيد في كرة القدم. ما شاء الله على الوليد هذا، كما قلنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي، الحلم ديالو أن يكون لاعب كبير، مازال صغير في السن، مازال تابعو مستقبل طويل، وأكيد طموح ديالو أن يكون لاعب كرة القدم. خليكم معنا مشاهدينا ومتابعينا، شوفوا معنا هاد الموهبة دري خلوكم معنا مشاهدينا ومتابعينا عبر قناة الشعب قناة شوف تيفي، الموهبة الكروية الآن غي يلعب هو المدرب ديالو. شوفوا معنا كيفاش كيتحكم في الكرة، يعني بكل اتقان كيتحكم في الكره ديالو. غير شويه عليك كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا ومتابعينا، ما شاء الله على الوليد هذا. كما قلنا الحلم ديالو انه يوصل للعالميه ويكون لاعب كبير في كره القدم، عمره 12 سنه، مارادونا مدينة زهور. كما شاهدتم انا في المباشر يعني هذا الوليد هذا كيتحكم في الكره درجه كبيره، وكما قلنا الحلم ديالو انه يكون لاعب كبير، اكيد غنتمنوا ليه حظ موفق في المسار ديالو. كما قلنا مشاهدينا الكرام شاهدوا معنا، الان هو المدرب ديالو. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا المباشر كيفاش كيتحكم الوليد في الكره ما شاء الله، اكيد نتمنوا ليه حظ موفق الاب ديالو ان الوليد هذا يمشي اكيد اعلى المستويات في كرة القدم. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا متابعينا، ما شاء الله على الوليد هذا، كما قلنا نتمنوا ليه حظ موفق اكيد في المسار ديالو الكروي، واكيد لما لا يكون في يوم من الايام من احسن اللاعبين ديال البطوله وكذلك المنتخب الوطني المغربي. كما قلنا الحلم ديالو ما يكون لاعب كره القدم، ان شاء الله لما لا انه يوصل لهذا الحلم ويحققه ويفرح الاهل ديالو.
واكيد مشاهدينا ومتابعينا عبر قناه الشعب قناه شوف تيفي، الليل الحديث باقيه وغنختموا هذا المباشر. وعطينا ضربه مقص قبل ما نختموا المباشر. ما شاء الله تبارك الله عليك، نتمنى لك حد موفق، واكيد مشاهدينا ومتابعينا غنختموا معكم المباشر، ولنلقاء فيما بعد، والسلام عليكم.